أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها. الفيضانات تكلف موريتانيا 3% من إنتاجها المحلي. وزارة العمل الاجتماعي تطلق حملة لحماية الأطفال من العنف. والبرلمان يصادق على مشروع قانون بشأن حرية الأسعار والمنافسة. قال تقرير صادر عن البنك الدولي أن الفيضانات التي شهدها موسم الأمطار الماضي كلفت موريتانيا ما نسبته 3% من إنتاجها الإجمالي المحلي. وأوضح أن الاقتصاد الموريتاني يعاني الهشاشة في مواجهة الصدمات والكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات وموجات الجفاف المتكررة. أطلقت الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مدينة موديبو، أطلقت قافلة تحسسية حول الإتجار بالأشخاص. وأوضح والي المدينة أن القافلة تسعى إلى توعية المواطنين حول خطورة هذه السلوكيات وعواقبها القانونية وفق تعبيره. أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حملة تحسسية حول حماية الأطفال من العنف ومخاطر الشارع وضياع تحت شعار جميعنا من أجل أطفالنا. وتضمنت الحملة التنبيهية بمخاطر العنف ضد الأطفال، وجرى تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للأمن والتربية. لقيت طفلة في ولاية البراكنا حتفها متأثرة بإصابتها إثر سقوط أحد المساكن جراء الأمطار، حسب ما أوردته وزارة الداخلية في نشرة الطوارئ. كما جاء في النشرة أن السيول غمرت مجموعة من الأحياء وتسببت في ارتفاع منسوب مياه النهر. انتخبت الجمعية الوطنية لائحة المرشحين المقترحة من قبل الفرق البرلمانية لعضوية محكمة العدل السامية، وانتخب خلال الجلسة ذاتها أخلاف قضاة محكمة العدل السامية الذين جاءت تشكيلتهم مع مراعاة النسبية المعتمدة في انتخاب القضاة. صادق البرلمان على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها. وقال وزير التجارة والصناعة إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص في قانون حماية المستهلك، مضيفاً أن الهدف من المشروع أو مشروع القانون يتمثل في ضبط حرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة على حد تعبيره. نهاية النشرة، إلى اللقاء.